اساطير العمليات يوسف قديوي كيلعب الكره دي محاوله الهدف الهدف الثالث لفائده فريق الرجاء الهدف الثالث بواسطه النيجيري بابا توندي إذن النيجيري بابا توندي 0 لفائدة فريق الرجاء. لاحظوا الخطأ اللي تمرر يعني بابا توندي وحيدا داخل المعترك كيتمكن أنه يوضع الكرة في الشباك. لاحظوا لأنه حتى الطوال يعني باش ضرب الكرة يوسف القديوي فيمكن يقول بأن بابا توندي يحاول أنه فقط أنه يغير لمس الكرة.